بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش هذا؟ الساحة 15، عروض للساحة 15 $10. هذا $6. طبعا العرض رائع يعني حق رامية الفرقعات. يلا بنشوف محمد مو جيمك. بسم الله. طبعا التشكيلة بيكا ومجنايت لكن العملاق وعليكم الحساب يعني. على الأسف لم تزبط معنا. ليش؟ لأنه في هياكل عند الخصم وفي ساحرة، بالذات الهياكل يعني بتكون صعبة الأمور. ممكن سباركي تمسح الساحرة والله أعلم. شايفين كيف الصعوبة؟ بس على الأقل حط الساحرة الأم بطاقة شوي تضرب أشياء جوية، تضرب قهر. الخصم نقفل الطريق عليه مع الأسف يعني، والله مع الأسف. واضح ان الخصم منقهر من محمد. يلا نبدأ. بسم الله نبدأ معركة بالحرب ونشوف. بدأ يوم الحرب وبنشوف الآن إيل فالكو. قولوا من أولها كذا مستوى 15. إيل فالكو يعني الصقر. يا حول والله صراحة. شوف لازم هذا المبنى يعني، لازم البعوص، لازم التخريب، لازم يبعصون جوك يعني بالكذا. ليس والله ما زين والله يا شيخ ابوكم. ول شوفوا كيف مبنى وبيكا وبالتخريب. يا رب بس، يا الله ما اعرف يعني ايش بسوي. شو بدك تعمل ظلمه؟ والله ما اعرف يعني. كل اللي اعرفه انه شيء يقهر والله شيء، كميه قهر غير عاديه. ما يعين بس هذا ايش برميل غنان؟ والله اني ناسي اظن. نعم برميل يا جميل. يا لبي ايش ممكن اعمل؟ مش ممكن والله مش ممكن صراحة. ايش هذا جدع والله مشكلة صراحة يعني. خصم مستوى 15 وبيكا وب ما اعرف ايش ومدفع وب وفارسة وساحر ومستوى 15. ليش كل هذا التعذيب؟ لماذا كله هذا؟ والله ما أعرف يعني.
كل اللي يعرفه انه اللعبة زبلة. الله يعين. بس اي تخريب، تخريب غير عادي. باقي يضربني بكرة نار وخلاص يعني. ايش هذا تخريب؟ والله والله تخريب غير طبيعي صراحة. شيء مو معقول يعني، والله مو معقول، مو معقول. كل حرب، كل مباراة زي كذا، والله مو معقول، قسما بالله مو معقول. كمية ظلم، كمية عفن، كمية الحالة زبالة يعني. مبنى بيكا ومستوى 15، أمور تدمر الأعصاب وتخلي الواحد وده يطرد ناس، وده يقول شيء يعني، وده يسوي شيء. ما أدري مو معقول، والله والله مو معقول. كل مباراة الحين صارت لازم مبنى. هذه اللي يعني والله جنني صراحة هذا الأمر. أحس إنه مرة خرب اللعبة صراحة. أحس إنه شوي مؤامرة واضحة ومقصود الأمور. الآن قاعد ألعب مبنى، احتمال كبير أقابل مبنى، احتمال وارد جدا يعني. المهم أمور سيئة سيئة سيئة. شوفوا كيف مع السياف، مع السياف ومضادات، ويا الله مليون مضاد في كل مباراة. وش هذا؟ وش العفن ذا؟ وش العفن هذا؟ ايش العفن هذا في كل مباراة زي كذا يعني؟ تعاني وتعذيب، تعذيب غير عادي، تعذيب غير طبيعي. يا الله شوف الكلب الان جاي من جهة ثانية. يا شينهم يا شينهم يكونون واثق من نفسه يعني بزيادة، مستكبر عليك. الله ياخذه. بس تكفى يا الله. مستفز مستفز مستفز. تكمل لو فيها صار. الله يستر. الله ياخذه. الله ياخذك يا حيوانة يا حيوانة. مستفزين كلاب كلوبيين. ما ادري كان يمديني العب ال العب ال كيف الكلب شايفين مرايا سياف برق. ابلع 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 كلب. حقير حقير حقير. الناس اللي زي كذا خلاص انت فزت، لا تضيع هذه الفرصة. وادعس ادعس بالضحك، ادعس افرك المباراة بوجهه، ادعس على وجهه وادعس على خشمه.
مهم. تعب والله، تعب والله، تعب والله، تعب. شوفوا كيف الآن رجعنا لخصم مستوى 15 ومبنى. ليش؟ عشاني فزت، عشاني فزت. وهذا يدلك انه اللعبة وضيعة، اللعبة وضيعة. نظام مباريات في وضاعة. انا ما ادري يعني. شوف 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 ايش هذا؟ نفس الخصم الاولاني يعني، مبنى فيك يعني. شايفين كيف؟ شايفين كيف الكلاب؟ كرة نار، صاعق، مبنى. والله كلاب. ونا لا ننسى فيك بعد. والله كلاب، والله كلاب، والله لعبة كلاب. بيك سبام، بيك سبام، بيك سبام مع فارسة. ول يا شيخ، ول ول مع مبنى وفارسة وبيكا. ليش 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 هذا التعذيب في كل مباراة؟ أنا ما أعرف يعني، والله ما أعرف. أسلوب سيء والله. أنا ما أدري، ودي أطلع من المباراة لأنه مرة أسلوب سيء. شوف كيف فارسة وهذا الزفت رامي السهام، وانت تتورط عاد. ما عندك كرة نار ولا عندك سم، فخلاص يعني تروح بالمشمش. مو معقولة. محترم، محترم، استاهل تحية. عذاب والله، عذاب والله، لعبة عذاب. نظام كلاب اقسم بالله. شوفوا كيف مبنى بيكا ومبنى بيكا ومبنى مع ال لما لعبت عملاق ملكي يجيني بيكا، ولما لعب عملاق يجيني بيكا. لعبة أبو كلب والله، لعبة أبو كلب. أعوذ بالله، بس أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا كفو والله. مشكلة كل شوي يطلع له الساحرة وشوف التخريب يعني على عينك. الآن يعتمد على عملاق كهربائي. غريب العملاق كهربائي. أوكي، عملاق كهربائي رهيب 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 ضد المنيز. واو واو. محمد ضد محمد، محمد عطية أكيد مصري، ما أدري. إيش هذا؟ اشترى
حلو. رهيب المباراة. من راح؟ من راح؟ وين راح؟ وين راح؟ طيب، على العموم، على العموم، مرة ثانية شوف نشوف نشوف نشلها. صراحة أيوة، حط السيارة، حط السيارة، حط السيارة. حلو صراحة. إيش الحراس الملكيين؟ ما أدري، تحسون انهم يعني مثقلين التشكيل، هي تشكيله ثقيله ومثقلينها بزياده على الفاضي، لانه زي ما تشوفون يعني بينتهون من رامي السهام، بينتهون من ال ايش ذا بيكا سبام مع اساطير كثير. يعني بيكا سبام، بيكا سبام الان باختصار يعني بشكلها بيكا سبام نقدر نسميها. نعم شيء رهيب صراحة انه قاعد يلعب بهذه الخطة بدون يعني الا اللهم هذه المشكلة من مشكلة رمي السهام ذا. انت تحط نفسك في مواقف بايخة. انت يعني ما ادري ايش ممكن اقول، يعني الصاعق خرب يخرب سباركي، وهذه ايضا راكبة الكبش خربت سباركي و محطم. لا 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 لا، الحراسة 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 الحراس الحراس الحراسة، ما ادري ايش علقت. تكليج. حراس انت حطيتهم في المكان الغلط، لانه المفروض يعني قدام ال شو اسمه، قدام سباركي، قدام سباركي. انت الان في خبر كان ولا مرسلية جاء الهيكل العملاق، كل الجماعة وصل الخرابيش دي كلها فايدتها ايه مش عارف ايه. ايوه الخصم الان يستعمل الخديعة، الخديعة الخضراء في الدفاع باستعمال راكبة الكبش. ركبت الكبش دي حاجة، دي حاجة، دي حاجة، دي حاجة بايظة، دي حاجة أسطورية يعني. الآن والله مباراة أسطورية، ولا مباراة يا جماعة، والله دي حاجة مش ممكن، مش ممكن يا خبر أبيض. والله صراحة الآن لو تسمع ضربة تسكت. المشكلة إنه ولا خسر معاك سحر كهربا. أيوه ايوه ايوه انت تحط الفرستين دول على الجهه اليمين، عايز فيهم، عايز فيهم ايه يعني؟ هيعملوا ايه يعني؟ هجيبوا التايهه، هجيبوا التايهه. والله انت ده ايه اللي يا خبر ابيض، ايه ده يا خبر ابيض، ده كسب ازاي؟ كسب ازاي يا جماعه؟ والله مش عارف. يا خبر ابيض، حاجة ما حصلتش، ده حاجة ما حصلتش. هي التشكيلة رخمة اوي، بس شفتوا كيف حظ النجاسة هاي.
الحراس الملكيين دول يا جماعة دول تقيلين أوي يعني، مالهمش هاي 30 لازمة. تشيكو ماله معصب؟ تشيكو ماله؟ مالك يا تشيكو ماله؟ ده ماله يا شيكو؟ تشيكو ماله ماله؟ ده بيجا نايت، واضح واضح واضح، ده احنا حافظينه، هتعلمونا من هتعلمونا فيهم يعني. ما تلعب. ايوه الخصم معصب يعني من البدايه، من البدايه وش وقلق. هذا المباراه بتكون من البدايه صعبه، من البدايه واضح ان الامور متشربكه كده ومتصعبه اوكي ممكن القنبله يعني تساهم مساهمه قويه في الخزن الدفاعي، الخزن الاستراتيجي. انت الان في 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 وضعيه، في وضعيه حرجه، في وضعيه اشتكي منها يعني كل المستاجرين في 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 في, في يعني. كل انحاء العالم. انت الان مشكله الميجا منين هذه وتسباركي. ايوه حلو حلو حلو، ممكن يعني بيكون عندك امل اذا الخصم ما لعب ميجا نايت، لكن لعب ميجا نايت تكون وضعه. والله كيف الان المعالجه اديله بالسياف. نعم مش كده، راحت اللهجه المصريه وراحت كل، ما اعرف انا كيف قدرت اتكلم بلهجته. في فالكري الان، في ايوه لازم تخريب، لازم كره نار، لازم كره نار. لا معها صاعق يعني، معها صاعق فكملت. انت هذولا ما هذولا انا ما ادري ايش فائدتهم يعني. شوف هذا القباسي انا عندي موقف منه، لكن والله شيء رهيب صراحه اللي قاعد اشوفه، شيء رهيب. انا ما ادري يعني، حلقات واحد يقول كلام يغيره يحتار، هي كذا يعني. ايش اسوي؟ تتغير المواقف بالحياه، ويتغير الموقف على حسب المباراه. المهم ده جاب التعادل يا جماعه، انتوا متصورين؟ اوخو بوروبيو دلوقتي حجيب البرج دلوقتي. اوبا الله عليك والله كفو. واو والله صراحة أسطورية، مباراة أسطورية. ما حصلتش واو. شكله يعني مطول. يلا إلى اللقاء والسلام عليكم. بلعب ساحة بعد شوي. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلا بنشوف الآن، بشوف علي ليش لا ليش لا ليش لا، يلا نشوف علي. تنتا تونيتو تونيتو ماكس واو نفيكا وفيكا، أكره اللي يلعبون زي كذا. الآن علي صامل على التشكيلة، على تشكيلة الخنزير والخنازير، شيء رهيب والله، شيء رهيب. نص 8000 موصل 8000. إلى اللقاء والسلام.